تحرص وزارة الصناعة والتجارة وبشكل مستمر بتعزيز الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية عبر الزيارات الميدانية لكافة محافظات المملكة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين والأنظمة المعمول بها بالوزارة. وحول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف السيدة منى العلوي، مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة. مساء الخير سيدة منى. بداية، ما الخطط المتبعة في وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة الأسواق والتأكد من عدم التلاعب في أسعار المواد الغذائية والسلع؟ مرحبا ومساء الخير. وفي البداية أحب أشكركم وأشكر جهودكم وأشكركم أيضا على هاي الاستضافة. بخصوص الخطط، نأكد بأن تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فإن إحنا كأجهزة مختصة في وزارة الصناعة والتجارة ماضين ومستمرين في تنفيذ وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق لضمان أن ما يكون في هناك تلاعب بالأسعار، وأيضا نتحقق من تلبية احتياجات، يعني أن تكون احتياجات الجميع سواء مواطنين أو مقيمين، أن في هناك توافر في السلع والمنتجات الأساسية اللي يحتاجونها. نعم، لو تحدثين أكثر عن الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا والتي قامت بها في عدد من الأماكن. طبعا إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة مواظبة على تنفيذ الزيارات الرقابية، وهذه الزيارات متنوعة سواء كانت مثلا دورية أو حملات تفتيشية مخصصة، وننفذ كل هذه الجولات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، وبالطبع يعني نشمل جميع محافظات مملكة البحرين. وفي هاي الزيارات يعني تكون متعددة الأنواع، مثلا نزور البقالات المتوسطة، السوبر ماركت الكبيرة، الأسواق المركزية، وفي كلها نتحقق من تدفق السلع ووفرتها، وخاصة نركز في هاي الفترة على المواد الغذائية الأساسية. نعم. وأحب أشير يعني في هاي السياق إلى نقطة مهمة، أن لابد من أصحاب المحال التجاري أن يوضعون دائما الأسعار على السلع حيث تكون واضحة وبارزة للمستهلكين، واحنا كإدارة تفتيش بدورنا نقوم بالتحقق من تطابق سعر السلعة اللي يعني على الرف وعند نقطة البيع، وأيضا نقوم بالتأكد من صحة العروض الترويجية، يعني نتأكد مدى جديتها وجود السعر للسلعة قبل العروض وبعدها. نعم سيدة منى، تداول المستهلكون مؤخرا معلومات حول ارتفاع أسعار منتجات محددة أو بعض المنتجات، يعني ما المطلوب من المستهلك في هذه الحالة؟ كيف توجهون المستهلك؟ طبعا هذه نقطة جدا مهمة، وأكد بأن احنا وزارة الصناعة والتجارة نرحب وعلى مدار الساعة بالمستهلكين الكرام يقدرون يقدمون الشكاوي والبلاغات عن أي مخالفات. نعم. يعني قد تكون مخالفات مثلا تتعلق بأنشطة تجارية غير مرخصة، أو ممارسات تجارية غير يعني صحيحة أو غير نزيهة، فهناك قنوات متعددة، فأوجههم أن يتواصلون معنا، يقدرون عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوي اللي هو تواصل. نعم. وعندنا أيضا خط ساخن 8000 و8001، وأيضا عندنا بعد واتساب يعني للتواصل السريع ورقمه 17321225، وما بعد عن بريد الإلكتروني دائما متوفر لإدارة التفتيش اللي هو inspection@moic.gov.bh. نعم. وأحب أختم بأن يعني إحنا كوزارة الصناعة والتجارة نحب نطمن المواطنين والمقيمين أن دائما إحنا مستمرين في جهودنا نتفقد الأسواق المحلية في صورة دورية، عشان يعني نبت الطمأنينة لدى الجميع، وأدعو أصحاب المحال التجارية بمختلف أنشطتهم أنهم يلتزمون بالأنظمة والقوانين، لأن بلا شك أي تجاوز أو مخالفة يتم رصدها راح نتخذ الإجراءات القانونية وبشكل سريع. نعم، السيدة منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.